السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم حل من سلسله حلول وتدابير منزليه، اللي هو طريقتي في تنظيف السمك اللي معتمده هذه سنوات. اولا كتغسليه في واحد الظرف وجيز، ثانيا بهذه الطريقه ما كيتوسخوش لك الثياب ديالك، وما توسخيش بزاف الاواني، وما ترونيش المحيط فاش كتنقي فيه داك الحوت، يعني داك الشيء متول بمعنى الكلمه. اول حاجه ملي بنقي داك الحوت كنحط واحد الشبكه في هاد اللافابو او الحوض، وكنجيبو البانيو او انيه كبيره كنوضعو فيها داك الحوت اللي بغينا ننقيو فيها كما تشوفوا. وهنايا غادي نعمرو هاد البانيو بالماء باش غنقيو فيه الحوت، يعني من نقيو الحوت تحت الماء باش ما يعمرش لنا حوايجنا. هذا هو السر باش ما يتوسخوش لك حوايجك، يعني كنقيو الحوت تحت الماء، ما كيطيرش علينا داك القشور ديالو والبقايا ديالو. هكا كما كتشوفوا كنعمروا البانيو بالماء مزيان. وهنا دابا غادي نحتاجو سميتو الشوكه او الفرشيط، هو باش غادي نقيو السمك. ما غاديش نحتاج السكين، السكين كياخذ الوقت، اما الفرشيط دغيا كينقي لك الحوت كامل وبسهوله، يعني وهنا غادي نحتاجو شبكه كنصفيو بها داك القشور من بعد ما نساليو. ونبداو على بركة الله. هانتوما كيما تشوفوا غادي نبدا ان شاء الله ننقي في هاد الحوته. غنحيد عنكم هاد الحوت هنايا باش يبان لكم التصوير مزيان. صافي هنا نبدا كنبدا كنجبد بالفرشيط جميع الجوانب، يعني الجوانب كامله. تيقوني كيجي يعني كتغسليه بواحد الطريقه سهله وما كيصدعك ما والو، دغيا كتسالي داك العمل التنقيه ديالو. صافي كنقلبها. سريعه صراحه كتهنيك من صداع الحوت، ولا كيف امتى غنقيه، ولا كياخذ لي الوقت، ولا يوسخ لي حوايجي. دغيا كتنقيه وما كي لا يوسخ لك لا حوايجك، وما كيرون لك البلاصه فاش كتنقي، زعما فاش ما يرونش لك هكا الاواني اللي حداك ولا لابابو يوسخوا لك داكشي نتول وسريع في نفس الوقت. انتما كما لاحظتوا دغيا انا ساليت هاد الحوته هنايا نقيه ما فيها ولو قشره واحده. انتما شوف الفرق، هادي باقي بقشرها وهادي لا، وما خداش لي الوقت بزاف. تو دو سويت نقيتها بالفرشيط ونكمل كاع الحوت اللي عندي بهاد الطريقه. كما كتشوفوا ما ياخذش لي الوقت بزاف، دغيا كنقيه. اما لا بغينا نقيو بالسكين غادي ياخذ لنا بزاف الوقت، وما كيجيش ماشي ما يجيش سريع بزاف. الفرشيط دغيا وكتجي داكشي منقي ومقاد احسن من المص. صافي واني نقعد ثاني واحده اخرى. كما كتشوفوا دغيا كيتحيدوا لي داك القشور. صافي
كما قلت لكم كنقيه في واحد الوقت اللي هو وجيز، يعني ما كنشد فيه لا نص ساعة لا ساعة، ممكن حتى 5 دقائق اللي نقيت الحوض ديالي من القشور. وهنا غادي ناخذ ديك الشبكه اللي وريتكم، هي فاش غادي نصفي هاد باش ما نوسخوش هاك لابابو. انتم كما شفتوا يعني داكشي كت كت كتنقيه وكتساليه، داكشي كتخليه يعني السباس ديالك ناقي. صافي هنا كنشلو هاد البانيو باش نكملو التنقية. صافي هاد الشبكة من بعد غادي نحيدوها ونرجع الحوت. هنا غادي نحلو من نحيدو داك الأحشاء ديالو. إذا كنا غادي نقليهم الأحسن ما كنحيدو له لا راس ديالو ولا هذوك هكاك. صافي ونحيدو الأحشاء عادي ونحطهم في هذيك الشبيكة نيت، يعني نجمعو داكشي مرة واحدة بلا ما نكترو علينا جهد الأواني. كان هنايا كان ندير الموس غير فهاك، يعني غير فهاك شويه جهه البطن، ما كنحلهاش كامله، يعني غير قياس فاش نجبد الاحشاء باش تبقى لنا هكاك السمكه صاينه. انتم غير من الوسط لحد الراس. فوالا نكمل كاع الحوت اللي عندي. هانتوما كما شفتوا، وهنايا ندير ندخل الماء مزيان باش ينقل ليا البطن ديالها من الدم والبقايا ديال الاحشاء. كندخلو حتى من الفم ديالها باش يخرج لنا يعني اي حاجه ماشي. ها انتما شفتو داك الدم هو خرج، اذا كان شي حاجه هكا في الراس ديالها ولا شي حاجه كيخرج على عن طريق البطن. صافي نكمل هكا، كندخل الماء من الراس باش يخرج لينا من تما كما شفتوا، وكينقل لينا الحوت دغيا. هانتوما كما شفتوا ما استعملت لا ما كثرت عليا لا ما وسخت عليا هذاك المحيط، ما وسخت الاواني اللي حداهم، يعني ما زولش الاواني خليتهم هكا حتى انا عارفه ما غاديش نوسخ حتى حاجه كما شفتوا انت. ودابا هنا غناخذ هذا البانيو ونصفيو عليه، نحيد داك الشبكه بعدا نحيد منها، كنحطها في السله ديال المهملات ولا في ميكا ولا كناخذ سوسف هذاك السله تما ونعاودو نستعملو هذيك الشبيكه نصفيو فيها هذا الماء. يعني اللي بقات فيه شي قشور ولا شي احشاء وشي حاجه كتصفى تما. كيما شفتو يعني استعملت غير البانيو والشبكه، وحط بصير هو فاش كنحط الحوت، يعني ما عمرت ما موسخت عليا بزاف الاواني، ما موسخت المحيط، ما وفي نفس الوقت نقيت الحوت مزيان وفي وقت وجيز. دابا غادي نحيدو هذاك الماء كما تشوفوا ما كاين والو
في لابابو، يعني داكشي متشول وسريع. واني جمعت عليا كل شيء، واني ساليت. غنوريكم دابا الحوت اللي نقيت، فوالا. هنا تستقطروا، من احسن تستقطروا. انا دابا غير بغيت نوريكم التقنيه، وانتم راكم غادي تكملوا الباقي. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو، واللي جديد معانا يدير ابوني. ومع السلامه.